دعا إعلان مكة بشأن السلم والأمن في أفغانستان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة. وخلال استقباله وفد العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية عاشت مع الشعب الأفغاني في معاناته منذ أن بداية الأزمة الأفغانية وما نتج عنها من حرب أهلية، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني، معربا عن أماله في أن يسهم إعلان مكة في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في أفغانستان.